عن ذلك، عن الإفصاح، عن هذا التساؤل بالنسبة للجماهير الشبابية. كرة ترسل محاولة لمصلحة نادي الشباب، تصويبة، الله 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 الله، جول للشباب، هدف للشباب، ويا له من هدف، هدف للشباب ويا له من هدف. أرنست ابن البلاد الأفريقية، ابن البلاد الأفريقية، الله 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 الله. هنا أرنست يأتي بهدف في غاية الجمال، هدف في غاية الجمال. يا رجل يا رجل يا رجل، ما هذا ما هذا ما هذا، بانتظار الإعادة، بانتظار الإعادة للهدف المسجل. هدف ممتاز ممتاز ممتاز، يسكن في شباك حارس المرمى أحمد الرواحي، والله لا يسأل عنها، لا يسأل عنها إطلاقا الهدف الذي انتهت بركلات الترجيح لمصلحة نادي الشباب. بعدها في بطولة كاس مازدا تغلب النصر على الشباب بهدف نظيف في تلك المباراة. الآن عزيزي المتابع، في هذه المباراة، هنا المدرجات الخالية في هذه المباراة، كما تشاهدون هذه الأجواء في هنا في مدينة صحار. إلى عبد المجيد علي أحمدي، يتقدم أكثر من أجل تعزيز خط المقدم. عبد المجيد علي أحمدي، يا سلام على هذه التمريرة، على هذا التقدم، هذه خطيرة، فيها جول، فيها جول، جول 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 شبابي، جول شبابي. الصقور الصقور لا تستسلم، الشباب عتلها، الشباب سواها، الله على هذه الفرحة، على هذه الإثارة، على هذه المتعة، الشباب يعدلها، نعم الشباب يعدلها، نعم. والفرحة حاضرة على محيى رئيس نادي الشباب الفاضل حمزة البلوشي، الجميع سعيد. يا سلام على عمر المالكي، بالملي هذه عادت إلى أرنس، تقدم، بالغ في التقدم، حطها في الشبكة، ركنها في الشبكة، ما تجيبها للمعمري، ما تصدها للمعمري. يا سلام على هذا التوغل، على هذه التسديدة في الشباك، نعم، والشباب يعدل النتيجة. قلت عزيزي المشاهد، ذكرت عزيزي المتابع، إن استمر الاستحواذ قد يأتي نادي الشباب ويعدل النتيجة. ربما 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 بالغ نادي النهضة في أن واحد دفاعية، ربما بالغ نادي النهضة في أن رجع في وضعية الدفاع في شوط المباراة. ويقلص الفارق مع السويق الأربع نقاط، وإما أن يعود ظفار فيما تبقى من لحظات هذا الشوط الثاني. جميل اليحمد يتخلص بشكل ممتاز، وجميل بعد ذلك يرسل الكرة إلى أرنست الغاني، لديه مساحة تسديدة، جول ثاني للشباب، الله 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 على الغاني. أرنست يحسم النتيجة، نعم، ويشعل الأفراح والليالي الملاح في المدرجات الشبابية. الله على كرة من الغاني أرنس الذي يسجل ثاني الأهداف. لاحظ الغاني، هبا، هدف ثاني يسجل في شباك حارس المرمى عبد المجيد. نعم، هي صدت وغيرت مسارها، وبالتالي صعب على حارس المرمى. هدف ثاني أيضا بلمسة غانية، بعد أن كان الأول بقدم روبرت، الثاني يأتي بقدم الغاني الآخر أرنست. إذا الشباب يؤمن إلى خارج أرضية الملعب، الركنية الثالثة في المباراة، الثالثة في المباراة، والكرة الآن خطيرة، جول، هوب جول، الخلفية، جول جول، مخالبهم تضرب في أرجاء السلطنة، فكيف لا تضرب في البريمي، عيونهم ترى القمة جيدا، فكيف لا يرون مرمى النهضة. الصقور، الصقور الجارحة بتجرح، الصقور الجارحة ترى المرمى، ترى المرمى بدقة. نعم، كما نتابع ونشاهد باؤهن أرنست الغاني يتقدم في الكرة الماضية، ما المخالب
التي تضرب في كل أرجاء السلطنة، تضرب هنا في مرمى النهضة، تضرب هنا في مرمى الأخضر النهضوي، في مرمى العنيد. جول 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 أول في المباراة، في الربع ساعة. الله على الماء الكرة الماضية وعلى التسديد والقادم من الخلف في اللقطة الماضية. الشباب ما هو في الخلف، الشباب إلى الأمام. هوب جول، الله على اللقطة الماضية. لكي يمضي صحم ويتوج بلقب البطولة. هنا كوفي مشاك يلعب كرة، والفرصة والتسديد. جول جول الصقور لا تفوت فرص كهذه، الصقور يخطفون الهدف الآن، هدف التعديل يأتي من جانب الإفواري. إرنست سدد كرة بقدم اليسار، ذهبت على يسار مطر الوشاحي لكي تفرح جماهير الشباب هنا في المدرج الشباب الجميل. الشباب يعود، الشباب يعود من بدري. شوف الكرة الماضية، لاحظوا الخطأ الدفاعي، وقدم إرنست بهذه الوضعية بهذه الطريقة. سكنت الكرة في الشباك، دخلت المرمى، أعلنت عن هدف التعادل في وقت مثالي جدا بالنسبة للشباب كي لا يعيش مباراة تشبه العذاب، لأن مباراة أمام فرق. يرسل كرة، لكن بعد ذلك افتكاك الكرة من جانب حمود السعدي، إرسال كرة طويلة لصالح فينيسيو. الآن للمتابعة والمساندة غير موجودة بشكل جيد، لكن لا بأس ولا خطورة على فينيسيو. المحاولة، الهدف الأول لصالح الصقور. نعم، ينجحون بأولى الأهداف، يعبرون بأولى الأهداف. التركيز على فينيسيوس، لكن أهملوا أرنست، أهملوا أرنست من خلال الكرة الماضية. القادمون من الخلف فاحذروهم. هكذا كانت الكرة، هكذا كان العبور، هكذا كان أجمل مرور من جانب الشباب من خلال هذه المباراة. التحرك كان من جانب فينيسيوس، سحب ثلاثة من اللاعبين، يعني الأزعج ثلاث من اللاعبين، جعلهم يتركون أرنست. القادمون من الخلف فاحذروهم العبور الذي كان في أجمل ظهور، في أجمل عبور. هنا الجمالية في تقدم الشباب بالهدف الأول من خلال هذه المباراة. فينيسيوس يتحمل في أن تكون له الإيجابية.
Thank you.